السلام عليكم. بعد زيارة تاع وزير الشباب والرياضة سيد عبد الحق سبقاق إلى ملاعب عنابة 19 مايو وملعب عقيد الطفي، زار في نفس اليوم في المساء ملعب حملاوي بقسنطينة، ووقف على مدى انتهاء الإشغال بهذا الملعب، حيث أنه ما بقى إلا بعض الرتوشات الأخيرة قبل التسليم الملعب هذايا، واللي يظهر بمظهر جديد. إن شاء الله تكون الصيانة تاع الملعب هذا، باش يحافظ على البريق نتاعو، يعني يحافظ على يعني كل الأشغال هذه اللي تمت. ونترككم مع نهاية الفيديو، والسلام عليكم.